في كلاسيفيكيشن سوسايتي تيكينج ذا ريفاين اندستري تو ذا نيكست ليفل. في البدايه في شويه لوجز هنا موجودين، اللوجز ديت للهيئات اللي هي المعتمده لي شخصيا زي انجينيرز استراليا، منطقه المهندسين الاستراليه، اميرست في الولايات المتحده في المملكه المتحده، وكذلك لينا استراليا والمملكه المتحده. طيب احنا كعماده بحث علمي للشؤون البحريه ايه البربس بتاعنا او الغرض بتاعنا؟ اكشلي احنا بنبص ان احنا تو كونتريبيوت للصناعه، تو كونتريبيوت للصناعه البحريه مش في مصر بس ولكن في الوطن العربي اجمع. على سبيل المثال احنا لازم نكون اولا عندنا الابتكار، عندنا القياده، وعندنا كمان areas او فيجن احنا عايزين تو انفستيجيتد اند ديج ان، او ان احنا نغوص بلبس داخل هذه الكي areas عشان الغرض ان احنا نترك اثر. وعلى ما اظن ان احنا كلنا يعني الغرض من الحياه عامه هي ترك اثر، وربما يكون اثر طيب باذن الله. فالتوبيك النهارده بتاعتنا بتشمل عده نقاط. النقاط دي هلخصها لحضراتكم في مقدمه سريعه عن هيئات الاشراف بصفه عامه، دورها ومحاورها وتاريخها وهي بتعمل ايه، وايه يعني اهميتها بالنسبه للقطاع البحري او الصناعه البحريه. ثانيا هنشيد بالضوء على اهميه ان احنا يكون عندنا our Egyptian Classification Society. ثالثا هنعمل رود ماب، ودوت اللي انا هحتاج من مساعدتكم فيه كثير من الفيدباك للريفاينمنت والديفلوبمنت والانبوت اند كونتريبيوشن. وبعد كده هنعرض بعض التشالنجز وكيفيه الحل بتاعها باذن الله. وعلى بركه الله هنبتدي البرزنتيشن بتاعتنا. ايه هو اصلا الكلاسيفيكيشن سايتي، او ايه الدور بتاع الكلاسيفيكيشن سايتس في العالم؟ هو دور ان هم يسيت رولز او تكنيكال ستاندردز اند ريكومندد بروسيجرز للناس بتاعت الصناعه، سواء الناس دي كانت في الشيب يارد هيبتدوا يبنوا مكتب، او للديزاينرز، او للبروفيشنال ليفل اللي هم على البيع. وبالتالي فان الكلاسيفيكيشن سوسايتي هي واخده اللايف اوف ذا شيب من اول ما تكون على البيبر حتى الاند اوف لايف اوف ذا شيب، وكيفيه التخلص من السفينه كويست بعد نهايه مهمتها في الحياه. اهم حاجه في اي كلاسيفيكيشن سوسايتي انها تكون اندبندنت اوف ات، which means that انها نون governmental، نو اوثورتي اوفر ذا كلاسيفيكيشن سوسايتي اكسبت ذا ماركت. Except the needs of the market. فما ينفعش يكون أي classification society داخلها policies أو داخلها politics إن هي بتاخد قراراتها بناءً على ضغوطة من الخارج. وبالتالي classification society لازم تكون independent corporate or independent organization. Knowledge gained من خلال الخبرة بتاعت classification society وهو دوت اللي differentiate بلاس عن بلاس، الخبرة دي بيحصل لها عملية فيدباك، وبالتالي عملية تمتيجيت دريس في الفيوتشر. يبقى الخبرة اللي بتحصل من السيرفيرز أو من الأوبريشنال أو من الآر إن دي، كل ده بيصب تاني في التطوير المستمر للرولز. وعشان كده هنلاقي كل كلاسيفيكيشن ساينتست دايما ليهم أبديتس، دايما ليهم ريكومندد بروسيجرز، دايما ليهم جديد. السلامة البحرية وحفظ أو ما
مع التلوث البحري، هنلاقي إن الهيئات دي ممكن نصنفها 3 هيئات كبار، أولهم هي الانترناشونال ماريتايم أورجانيزيشن، ثانيهم كلاسيفيكيشن سوسايتيز، ثالثهم الناشونال ريجيليشنز أو بول ستيت كنترول. طيب الهيئات دي هل هي بتخدم شيء؟ بس ايه تعريف المركب؟ ما هو تعريف المركب بالنسبه للكلاسيفيكيشن سوسايتي فور ذا ان او؟ اتس ان فلوتنج اور سبمرسبل ستراكشر، which means ان اي حاجه موجوده في البحر سواء انها منصه عالمه، سواء انها تكون مركب، سواء انها تكون فيشري، سواء انها تكون ايفن كيبل تحت الميه، سواء انها تكون اي حاجه، كل دوت يندرج داخل تعريف المركب او الشيء. طب اسال ساعات اسئله كده بسيطه، معلش نبتدي بيها كده نعمل ريفرشمنت بدل ما احنا بس مستمعين. نتخيل كده مين ابتدى الاول؟ هل الانترناشونال ماريتايم اورجانيزيشن ولا اي ام او ولا الكلاسيفيكيشن سوسايتيز ولا بورت ستيت كنترول؟ السؤال ده مش هحرج حضراتكم فيه عشان انا عارف طبعا ان ده ابديت. هنبص كده على الاي ام او. الأيمو ابتدت سنة 1948، أول كلاس بورد سبايد أز ماريتايم سبايد كلاسيفيكيشن سايتي سنة 1960. ففين مصر من الكلام دوت؟ أول بورد ستيت كنترول حصل في مصر سنة 1830، عملنا هنا في مينا اسكندرية regulations عشان استقبال المراكب وضمان سلامتها داخل المينا سنة 1830، بينما ما عملناش أي دور أو ما استبدلناش أي كلاس مصري برغم تقدمنا ساعتها في إن إحنا أزروات في البورت ستيت كنترول. فده بس بيدي نبذة عن تاريخنا في الصناعة البحرية. طب حس ان في الانترناشونال ماريتايم اورجانيزيشن وحس ان في بول ستيت كنترول او الماريتايم سيفتي اوثورتي، ايه لازمه بقى كلاسيفيكيشن سوسايتي؟ الاي ام او والكلاسيفيكيشن سوسايتي والناشونال ريجيليشنز كلهم بيساعدوا بعض تو مينتين ان احنا نحافظ على ان السفينه تبقى بشكل امن، معنى الحوادث، معنى التلوث، كل ده. ولكن لو بصينا على الكلاسيفيكيشن سوسايتي هنلاقيها انها جزء او الاي اكس جزء من ان انت تاخد سيرتيفيكيت اوف سولس. فكل الحاجات بتاعت الكلاسيفيكيشن سوسايتي من ناحيه الديزاين، من ناحيه السترينث، من ناحيه الالكترونيك سيستم، من ناحيه الماشينري، من ناحيه الانكرينج، كل دوت عشان تحصل على السولس لازم يكون ابروف فروم كلاس او كلاسيفيكيشن سوسايتي. بلس بونتو اللود لاين هنا على ان الستريس بيكون معتمد من الكلاس، وهو البرجو بتحصل عليه المركب او الغمر من الفلاج ستيت على اللود لاين سيرتيفيكت، وكذلك البلوشن ممكن تبقى ديزيجنيتد بالكلاس ان هو يعني يتابع عمليه الايكويبمنتس بتاعت حفظ البلوشن على المركب. وبالتالي هنلاقي ان دور الكلاس هنا mainly في setting the rules and implementing it. لو بصينا على الرول تاني بتاع classification societies هنلاقي ان احنا عندنا هنا provide rules for design, design calculations, survey during construction, regulations, periodic survey, act for flag state if needed, and research and development and support international organizations and ICE. What is ICE? That's the first time we have to introduce ICE, which is the International Association of Classification Societies, مكونة من 12 هيئة إشراف عالمية. الهيئة دي ليها level معين of standards to be an ICE member. فهي مش مفتوحة لأي حد، وهنستعرض الكلام ده في الآخر. As إنها خطتنا المستقبلية إن إحنا ننضم للICE. وبالتالي الكلاسيفيكيشن سوسايتي هنا هي بتساعد الفلاج ستيت اند اولسو ذا انترناشونال بوديز انها تعمل ستاتستري سيرفيسز اند اولسو بروفايد كونسلتنسز ثرو ريكومندد بروسيجرز اند
design guidelines. فلو بصينا على رول بتاع الكلاسيفيكيشن سوسايتي، بيبتدي من الدرافت على الورق للكونستراكشن للشيب سيرفيس لللايف اكستنشن لغايه الشيب ريسايكلينج، which is a very hot topic في المين هو الشيب ريسايكلينج، وخاصه ان في ريجليشنز طبعا جديده من الاتحاد الاوروبي، وكذلك الاي ام او بتحاول بناء على الهونج كونج كونفنشن اللي كانت 2009 واللي متوقع انها تدخل حيز تنفيذ سنه 2023، وهو التخليد السفن بشكل امن، وبالتالي ما يمنع التلوث حتى اثناء اعاده تدوير السفن. وبالتالي هنا عشان الماركه تكون ريكوجنايزد انترناشونال ستاندردز فور شيب سيفتي اند مارين بولوشن بريفنشن، لازم تكون محققه الثلاث حاجات دول، اللي هي انترناشونال requirements, the class requirements, and the flag regulations of the national state. بس هل الكلاسيفيكيشن سوسايتي بتعمل الماركت فيت فور بيربس؟ معنى ذلك ايه؟ يعني حضرتك انا صممتك او فكيت ان تصميم حضرتك مطابق للمواصفات انها تشتغل as a cruise vessel بشكل كبير. هل انا هقدر اقول لحضرتك ان الركاب هينزلوا صعدة ولا لا؟ مية التسين بتاعتهم الصبح هتبقى كويسة ولا لا؟ ففيت البيربس دي هي مسؤولية الفليت مانجمنت، بينما الكلاس بيأكد إن الماركت إتس سيف. سيف تو بي انشورد، سيف عشان الانشورنس كومبانيز، سيف فور ذا شارتر أو للحد اللي بيحب يقدر السفينة، وسيف للمواني إنها تخش فيها ما تسببش مشاكل. ابتدت إزاي الكلاسيفيكيشن سايتس دي؟ نرجع بقى في التاريخ ورا خالص لسنة 1760، ابتدت باي كاب اوف كوفي. يبقى اللي احنا عاملينه النهارده از ندوه واز تجمع، وان حضراتكم كلكم مشرفينا ومفضيين وقتكم عشان تسمعونا، ده احنا عاملين حدث اكبر كتير من اللي ابتدت في الكلاسيفيكيشن سوسايتيز في بيتنا. ابتدت بكوفي كده موجود هناك في لندن. الكوفي دوت كان اسمه ادوارد لايتس. ادوارد لايتس كوفي شوب كان بيجمع البحاره، البروكرز، الانشورنس، الاندر رايترز، بيجمع كل الناس الموجوده في المجال البحري، وكان بيدسكس البروبلمز اللي بتقابلهم كل يوم. وكان دايما الانشورر او بتاع التامين بيشتكي، انا ازاي اعرف المركب دي امنه ولا مش امنه؟ حتى فور سيف. وبالتالي ابتدوا يعملوا اول اور ذا فيرست مارين سوسايتي سنه 1760، واللي بعد كده اتعدل اسمها تو بي بابليس ريجستر يوكي. وعشان الاستاذ الفاضل دكتور اشرف موجود، فانا عملت بعض الريسيرش برضه عن الدي ان في وهعرضها مع حضراتكم بعد قليل. سو اللويدز ريجستر ديت بتعمل ايه؟ انشور شيبس، هل هي شركة تأمين بتأمن على المراكب؟ لا. هل هي كان ستوب شيبس أو ديتين شيبس في البورت؟ هي عندها الأثورتي إنها توقف المركب في البورت؟ لا. إز ذا تشارتي؟ يس. يبقى هي تشارتي هولدرز مع بعض بيحافظوا على أمان السفينة، فهي شركة تأمين ولا هي سلطة على السفينة من حق الأونر حتى إنه يغير من كلاس لكلاس آخر. ودور بقى عشان يعني نبذة بسيطة عن الديت مورسيك فيريتاس and the DNVB which is the highest standards all over the world and the most reputable classification society all over the world, which was established in 1864, that was in Norway. وبالتالي النرويج برضه من 1864 ابتدوا يعملوا their own class classification society with its certificates، او اول يعني حاجه طلعت خالص من الدب ولا الدي ان في. طب ليه الرولز؟ مع كل شيب يارد بتحافظ على الريبيتيشن بتاعها وبتحاول تبني السفينه بشكل امن عشان الماركت وعشان الناس ترجع لها. لا، رولز مهمة عشان ممكن تكون بيوند ذا كابابيلتيز ايفن اوف ذا شيب يارد،
واستنين في الهايدروديناميك رولز اكتنج فيسلز ان الرصيص او في البحار الهائجه. وبالتالي زي ما احنا شايفين كده ان هنا في عمليه جرين ووتر هتحصل بلس لامين بلس استابيليتي ايشوز تحصل للمركب في اثناء البحار. لو الشيب يارد كان في انكوركت ويلدنج او في عندنا كروجن موجود جوه او الاونر حتى مش عايز يكتب في المركب او مش عايز يصرف، فلازم في حد يكون بيتابع السرفيل بريوديكال سرفيل عشان يحافظ على السفينه وعلى طاقم السفينه وعلى الشحنه وعلى حقوق شركه التامين او شركات التامين. وبالتالي دور الكلاسيفيكيشن سوسايتي هو حمايه الكل من الاهمال. طب ايه الكلاسيفيكيشن بروسيس؟ او ايه الخطوات نفسها اللي بيحصل فيها عمليه الكلاسيفيكيشن عشان نتاكد ان السفينه امنه؟ بيحصل الاول ديزاين ابروفل او ديزاين ابريزل زي ما احنا هنشوف بعد قليل. بيحصل التاكد من كل الانستراكشر از ادكويت تو سستين ذا لودز في الاريا اوف اوبريشن اللي هنشتغل فيها وفي الويذر كونديشنز اللي هنشتغل فيها. كل بعد ديزاين ابروفل هنوصل لمرحله الكونستراكشن او سيرفي ديورنج كونستراكشن. للاسف انا ما كنتش بشوف المحاربه بس انترسنت اسكندريه which is on pause actually because it's معلينا مش لازم ندخل في السياسه، بس يعني هي فور كوميرشال بيزنس بيحصل هنا صراع السيرفي فور ديورنج كونستراكشن. But we have to be proud برضه ان احنا بنبني الحجم دوت من السفن بالكواليتي الكبيرة دي هنا في ترسان اسكندرية. بعد ما السفينة بيحصل لها السي ترايلز وبعدها عملية انها بتنزل المية بيقدر برضه كلاس معاها ان سيرفس، فبيبتدي ينطر معاها السفينة عشان يتأكد انها از مينتينين ذا ستاندرز. كل دوت بيرد في الآخر بعد الأوبريشنال بتاعها على ريسيرش اند ديفلوبمنت، بيطلع منها مشاكل، بيطلع منها مشاكل في الوردنج، بيطلع منها مشاكل في السي كيبنج او في الراحه بتاعت الركاب في البرفورمنس بتاعت بيزل. كل دوت بيخش بين المرحله الثانيه بنسميها ريسيرش اند ديفلوبمنت. الغرض من ريسيرش اند ديفلوبمنت هنا زي ما بيقولوا كده do your research and your research for you. يبقى الاول قلنا من الواحد يديك ان ريسيرش الناس بعد كده ممكن ريسيرش فوليو. بيحصل عملية رول ديفلوبمنت بشكل مستمر من حاجتين، من الفيدباك اللي جاي من السيرفيور من ريسيرش ديفلوبمنت، وكل ده هو بيصب تاني في عملية الديزاين ابروفل. هنا مثلا عندنا سي الديزاين ابريزلز، بيبتدي الديزاينر بتاع السفينة بيبروفايد بيبتدي يبروفايد الكلاس بكل الدوكيومنتس وكل الستراكشر الانتجريتي بتاعت السفينه بتاعته والحسابات بتاعت الستراكشر والهيدروداينامكس والستابيليتي والايفريثينج. ده بيدخل على مكتب ديزاين ابريزل داخل الكلاس اللي هو بيعتمد ان دوت از بروفد. الماتيريال سيرتيفيكيشن الكلاس حتى داخل نفسه في الجريدز بتاعت الماتيريال وانواع الماتيريال وانهي مصانع للحديد او للكومبوزيتس او للالمنيوم او للوود اي تايبس اوف ماتيريال كان بي يوزد فور شيبس. وبالتالي الكلاس كمان بيعتمد ان صلاحيه الماتيريال ديت سفينه. كمان في البيلد سيرفي بيشتغل من اول الكونستراكشن للماشينري انستليشن للفابريكيشن للاندر بريشر انستليشن اند اندر بريشر سيرتيفيكتس. كل الكلام دوت بيضمن الكلاس. وبمناسبه الكرانك شافت تمام، لو حد اوير يعني بالموضوع، فما فيش كرانك شافت فور لارج فيسل الا لما يكون معتمد هو والمين انجن والماتيريال، حتى بتاعت المين انجن برضه من Classification Society. في خلال التشغيل نفسه هنلاقي ان Classification Society بيعمل اكثر من نوع من انواع السيرفي زي ما هنتعرض لهم لاحقا، زي الشيب سيرفي، زي اللايف بوت سيرفي، زي الالكتريكال
سيرفي عن طريق دولة المين كي سيرفيز اللي بتحصل من الكلاس على السفينة. الانوال والانترميديت والدوكينج والسبيشال سيرفي والكونتينوس سيرفي ماشينري. طيب الكلاس برضه بيساعد الانترناشونال اورجانيزيشنز تو sustain or maintain its own rules or implement their own rules عن طريق safety construction or issuing also the road line on behalf of the flag states and the safety equipment and the radios and marine pollution certificates. بلس ثلاث شهادات مهمين جدا بيطلعوا مفروض على international certificates زي الـ RSM زي الـ ISPS زي حديثا الـ IHM on inventory hazardous material which is actually بس لسه ديسمبر 2020 الفات. ودوت عشان بيضمن ما يكونش فيه اي هازرز ماتيريال ينفع حد يتعامل معاها من غير ما يكون عارف. السؤال هنا is it really feasible to have our Egyptian classification society بعد ما حضراتكم عرفتوا كده الرول بتاع classification society من اول design process لغايه development of the rules والcircle development أو إيه أهميتها؟ تعالى نبص عليها كده. دوت في رحلة ليا بورش لأحد الأماكن في مصر لعدم سوء التعريف. دوت الحاصل في المراكب العامة. أنا شايف ابتسامة عريضة من أستاذ الدكتور الباشمهندس أشرف هلال. ابتسامة عريضة للي بيحصل. تمام. عشان الموضوع دوت السفن كلها او معظم كانسل اوربت بس نسبه كبيره جدا تجوز 80 او 90% المراكب اللي بتتبنى للكوستر اند ان لاند ووتر في مصر از نون كلاس which means it is a relationship between the owner and the shipyard وبالتالي الاونر عايز يخفض الشيبيارد عايزه تكسب اكتر فتخيل اللي بيحصل في الاخر في البرودكت زي ما حضراتكم شايفين هنا دول مستخدمين بيتس طبعا من مركب الخراطه او اي بيتس من مناطق معينه في مصر زي سوق واكثر من حته لا هي مارين ولا هي اي حاجه مستخدمين شويه حاجات كده وبس فور يعني حفظ الحقوق انا مبطي مش في باشمهندسين كنت بتحدث معاهم الشيبيارتي او زيارتي فيها. هل احنا فعلا محتاجين كلاسيفيكيشن سوسايتي؟ التاريخ بيقول والحاضر بيقول سنه 21 لسه من حوالي شهر في اوفشور سبلاي فيسل سي وسانك ان غلف السويس لسه في السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت في حريق حصل في مركب نزهة في ناحية الغردقة السنة دي برضه حصل في محيط مريوط غرق مركب صيني لسه سنة قريب برضه غرق تاني مركب صيني تانية ده غير ما بيطلعش في الميديا سنة 2015 في النيل وعد شرب الفوسفات في المية اللي احنا بنشربها مين اللي كنترول الكلام دوت؟ Who is controlling this؟ Actually, we have some parabolic usury. AI is controlling, but we don't have the capacity to cover all of these type of vessels. When to have that cycle, you know, integrated cycle, عشان نتعلم من الدروس ونحفظ المستقبل. وعشان كده في ضرورة ملحة جدا إن احنا فعلا نبتدي بإنشاء أول باص مصري من ناحيتين من ناحية الأمام بتاع السفينة ومن ناحية الأسئلة اللي معارضها لحضراتكم دلوقتي. أول سؤال فيها تقريبا سعر تجديد السيرتيفيكتس كام للمراكب زي السبلاي بوتس أو التاب بوتس أو اليوتس أو الانترناشونال فيسلز أو الكروز فيسلز في النيل أو أقدر أقول لحضراتكم إن مثلا الـ supply vessels أو الـ offshore supply vessels around كام يا باشمهندس أشرف؟ $50,000 $100,000 per year
10,000 دولار زي انا بتعملها نوهاز سبيك بس هاي سبيك كارت بحصلها على الفرق عشان باسنجر وعشان كذا تمام. نقول حوالي 10,000 دولار عندنا كمان هي مصر اوريدي الفلي بتاعها معظمه كله اوف شور سبلاي ليسنس اند بارك بوتس اند ريكريشنال فيسلز. احصائيه عرفت اطلعها من جهه معتمده 40% من الكروس تايم في الوطن العربي كله عباره عن نون كونفشنال فيسلز. دي الاحصائيه اللي عرفت اوصلها بس اي هاف تو دو ماي مور ريسيرش عن طريق البنك الدولة هنا البحري ان انا اجيب بالظبط الاكزاكت نمبر. الفلوس دي بتروح على فين؟ الفلوس دي بتتقسم حاجتين يا اما ويجز لمصريين اوريدي بيديروا ويشتغلوا بيدو ذا جوب تحت تايتلز هيئات اشراف دوليه، والجزء الاكبر بيروح خارج مصر بالعمله الصعبه. وبالتالي having this Egyptian Classification Society will enhance or will يعني support the circular economy. طبعا هل احنا قابلين على ان احنا have an independent class هنا في مصر؟ Yes, لان الوزراعين this independence classes في مصريين. عندنا معظم الكلاسز فتحة في مصر بنسب مختلفة أو شيرينج في ماركت بنسب مختلفة أو متفاوتة كبيرة جدا، ولكن يس هم يكونوا هم يكونوا اندبندنت كلاسيفيكيشن سوسايتيز ده في مصر. سو وات از ذا بلان؟ ايه الخطة إن احنا ننفذ حاجة زي كده؟ زي ما شفنا الموضوع متخطي أو موضوع كبير جدا إن احنا نتكلم في رولز مع السيفتي بتاع العميل أنواع المراكب والمنصات البحرية حتى السبمرسبل مارين ستراكشرز زي الـ AVs زي الـ ROVs زي الـ submarines. إيه البلان بتاعنا؟ البلان بمنتهى البساطة هي تختصرها حاجتين أو ثلاث أربع حاجات. أول حاجة فيهم إن احنا وأرقومنا إن احنا نستعين بالخبرات المتراكمة عند اللي شغالين في هيئة الإشراف الحالية والإكس هيئة الإشراف كل المتواجدين في العالم العربي أجمع والنسبة المصريين فيهم تجاوزت 98%. إن احنا ممكن نستعين بأحد هيئات الإشراف إن احنا to build up the knowledge here or to respect the knowledge here. تالت حاجة احنا عارفين ان much work would be needed بس احنا اخترنا من سنة 1830 حتى 2022 من سنة 1994 اخر بروبوزة طلعة وكان الريادة الاكاديمية فيه برضو لغاية النهاردة احنا لسه ما نفذناش. ايه الرود ماب المقترحة؟ انا اتعلمت اسمها an engineering perspective or engineering thinking perspective to break down the problem. احنا عندنا problem كبيرة جدا. We have to break it down into three phases. That's my approach to it. زي الطريقة بتاعت التفكير في حل المشكلة. Phase one ان احنا نبتدي بال non-solus or non-conventional shapes اللي هي اقل من 500 كروستانج واللي داخل تحت منها vessels كثيرة جدا هنجيب الرقم او البرسنتج الاكزاكت. تاني جزئية نبتدي نستعين بهيئة الاشراف approved من الايكس وايكس ممبر ولكن ملهاش تواجد كبير قوي في مصر وبالتالي هتكون willing انها تاخد portion اعلى من الماركت المصري. تالت جزئية بيكون عن ايكس ممبر. طب ايه الفايدة من كل ده؟ احنا كده شغلنا شركات التأمين المصري، شغلنا الأندر رايترز المصريين، شغلنا السيرفيورز المصريين، مينتيند الستاندرز داخل الارتس، مينتيند الستاندرز المركز بتاعتنا، الإيكونومي كله بيتحسن، الإيكونومي كله بيتحسن من خلال هذه الأشراف المصرية. طب what we are aiming to, we have to build trust and confidence. دوت الحاجة الوحيدة اللي بتجيب الأونر أو شركات التأمين إنها تأمن على مراكب ضمن هيئة الإشراف ساعتك أو هيئة الإشراف المصرية
standards تحت ألم. And care for our customers and teamwork and innovation. دوت أساس surveying work والbuilding capacity. فلو بصينا على العامل المشترك في النقاط المعروضة لحضراتكم هنا، هنلاقي عامل واحد مشترك وهو الإنسان وتطوير الإنسان. مفيش عامل تاني. هتبص عليهم كلهم هتلاقيها it's yourself or myself. طيب ايه requirements control حاجة زي كده؟ أنا أعتقد إن في سلايد. علشان أحب أعطينا السلايد الثاني. Training our capacity building to have adequate surveyors or capable surveyors and capable designers and capable engineers and capable researchers to conduct this huge job. مبدئيا كده ممكن نتارجت سنتين. زي ما حضراتكم شايفين كده بعد 6 شهور هو ممكن يكون معايا البيزك تريننج. البيزك تريننج ده هيطلعه از جينير سيرفير، ممكن بعد سنه يوصل جنرال سيرفير، ممكن بعد تريننج سنتين. وبالتالي الفيزابيلتي بتاعتنا للاجيكشن كونسكشن سايد ان احنا ممكن نبتديها في خلال 3 سنين including building the capacity. طيب مش مشكلة السلايد الأولانية كان في more details or more تخصص، فأنا ممكن أسكيب it at this stage. طيب إيه new building relationships؟ زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الورش في منطقة X في مصر، تمام؟ عندكم الفسيخ. في هنا new building relationships. New building relationships هنا دخلت الـ Egyptian Classification Society في السايكل أو في العلاقة ما بين الـ Honor والـ Yard. أثناء الـ New Building الـ Egyptian Classification Society will get the money out of the Honor to get the right equipment, to get the right material, to get the right equipment or navigational or safety or radius or the equipment all over the board. وتضمن ان اليارد بتركب الحاجات دي وتستخدم الحاجات دي بالشكل الصح والاستولنج دي بالشكل الصح والكونستراكتنج دي بالشكل الصح والويلدنج ماشي بالشكل الصح. اما في العلاقه الثانيه وعلاقه التشغيل نفسه بالسفينه، هيتحول ان الايجيبشن كلاسيفيكيشن سوسايتي مع الاونر ان هم كونتراكشوال مع بعض، بينما الايجيبشن كلاسيفيكيشن سوسايتي مع اليارد اثناء الدوكينج مثلا او اثناء الاصلاحات هتكون وركينج ريليشن شيب، ان انا بتاكد ان كل اصلاح بيتم up to the standards. ايه انواع الانسبكشنز اللي بتحصل؟ في عندنا بعض السكيدولد انسبكشنز وعندنا كمان الان سكيدولد انسبكشنز. التركيز طبعا هيكون في الاثنين، بس انا بص حتى على اي كلاسيفيكيشن سايتي او عايز ابروف كلاسيفيكيشن سايتي وندخلها الـ unscheduled inspections اللي هو على الماتيريال المستخدمة، مش أي حتة حديد مرمية هلحمها في المركب وهتبقى جزء من بدن السفينة. تاني الـ workmanship والـ critical areas والـ items not covered and by scheduled inspection. هنا items مش هم covered by the scheduled inspection. طيب هي covering A من A. الهارد والماشينري والإكويبمنت والإلكتريكال والناشونال ريجيليشنز. كنترول أوف أبروفل تمام، بيبقى عملية الكنترول على الكواليتي تكون أثناء العملية بتاعت البناء والتشغيل. وكذلك we are going to differentiate between an X yard and Y yard and we are going to elevate the standards of that Y yard which is out of standards to be in the XCR standards or up to the Egyptian Classification Society standards. وبالتالي مش كل شيبيارد حتى هتكون approved انها تبني مراكب خاصة بالEgyptian Classification Society. وبالتالي الانسبكشن documents زي ما معروض على حضراتكم، يعني مش عايز نعرضها تاني saving الوقت. اما بالنسبة للدليفري
دوكيمنتس، والدوكيمنت ديت على فكره من دي لدي انا حطيت بس الانستتيوشن كلاسيفيكيشن سوسايتي يعني نوبز عليها الانترم ريبورت او الانترم سيرتيفيكتس بتاعت الدي ان بي. عندنا هنا الايجيبشن كلاسيفيكيشن سوسايتي سيرتيفيكتس والناشونال سيرتيفيكتس والديكلاريشنز وال اسكال او دروينز والسيرتيفيكت فولدر كله بيتسلم للاونر او بيكون على ظهر السفينه. كده احنا خلصنا فيز 1 ان احنا ومينتين ذا بيلد اب كاباسيتي و سيلكتد ذا رايت يارتس اند ومينتين ذا ريليشن شيب بتوين ذا شيب ذا كلاسيفيكيشن سوسايتي ذا يارد اند ذا اونر اثناء عمليه البناء اثناء عمليه التشغيل والدوكيومنتس اللي احنا هنسترخي. تاني جزئيه ذات وي مايت كولابريت وذ وان اوف ذا هايست ابروفد كلاسيفيكيشن سوسايتي انا بقترح اربعه. طبعا دوت يعني خالي من اي بيرسونال برسبكتيف ولكن اقتراح الاربعه دول ان هم اوريدي هايست ممبرز they have a good acceptable reputation or a very good reputation, actually a good reputation since they are heights, ومش طبعا جديد بشكل كبير في الماركت المصري. وبالتالي مع بعض التدخل الحكومي ان احنا بس يعني ما بنقدرش نجيب اولويه ان الفلوس تدور جوه مصر تمام واولويه للايجيبشن كلاسيفيكيشن سوسايتي وي كان بيلد ذا ريبيتيشن مع وي كان بيلد ذا كاباسيتي مع احد هذه العيادات الاشراف زي الكرواتيه زي الروسيه زي الهنديه زي البولنديه كلهم ابروف ايس ولكنهم مش ECS ولكنهم مش متواجدين في الماركت. ثالث فيز للرحله بتاعتنا او للخطوات بتاعتنا ثالث فيز ان احنا يكون نقدم على الممبر شيب بتاع الايتس ودي اللي تحتاج 30 سنه اكسبيرينس وكل الريكوايرمنتس دي. So we have to build up our own rules. عشان كده هناخد بين ستيبس او خطوات طفل في الاول نحترم الليرنينج كيرف. احنا مش عايز انط الحواجز كلها واقول ان انا بالتنكر وبالبنك وكل انواع المراكب وبالهاي سبيد كرانس وكل حاجه تمام وفي الاخر نقع. مش عايزين نكون تو اوبتمستيك ومش عايزين نقف في مكاننا. It's always good to have an achievable steps. Key messages out of this presentation ان احنا فعلا مريزينين للكلاسيفيكيشن سوسايتي انها تكون موجوده. الجايد لاينز بتاعت اكثر من كلاسيفيكيشن سوسايتي ممكن ناخد منها اللي يناسبنا واللي يناسب طبيعه بحرنا. ثالث جزئيه هذه هي الايجيبشن كلاس وانريتش ذا سيركلر ايكونومي. رابع حاجه بيلدينج تراست ثرو بيلدينج كاباسيتي اور كاباسيتي بيلدينج از كي. حاجه واحده بس برضه احب اضيفها لسعادتكم خالص المحاضرة وهي ان يعني ان احنا نبني سفن للخلاص ده مش معناها ان انا بقلل بل بالعكس ممكن معناها ان انا بوفر. كثير من الشيبيارد زياده من زيارتي يستخدموا ديزاينز لفيشنج بوتس او ديزاين لسبلاي فيسلز جايه من نيوزيلندا من استراليا من اليو كي which is designed to sustain very huge wave loads. احنا already the maximum wave height حوالينا في البحر او البحر احمر صغيره جدا فلما ناخد ديزاين من ناس بره مش او اون ذا شيلف ديزاين جايه بحار هائله وابتدي ابني بيها مركب هنا بفتنس قد كده بتاع كده انا بزود الاميشنز بزود الكوست بزود الرننج كوست بزود كل حاجه. فتو هاف كلاسيفيكيشن سوسايتي كمان ممكن يوفر فلوس للاونر وللليارد